فقالوا له ايه؟ ما تظهر نفسك للناس، ما تروح اليهودية تكمل معجزات. في بعض الناس يا جماعة ما بياخدوش قرار شخصي، بيشوفوا الغالبية هتقول ايه ويمشوا وراه. فكانوا عاوزين يشوفوا بتوع الهيكل والكتبة والفريسيين، لو صدقوا ان يسوع هو المسيح يبقى المسيح، لو مش مصدقين ملناش دعوة مش هنمشي وراه. وكأن في ناس ما تحبش تاخد قرارها من نفسها. طب ده الحياة الأبدية، لازم تبقى أنت اللي محدد قرارك. والمسيح واضح بيعمل معجزات وما بيكذبش وما بيغلطش أبدا، لكن للأسف في نوع من البشر بيستنى لما كل الناس تقول حاجة وبعدين يبتدي يتحرك، نوع من التبعية الضيعة المؤذية. فهم عاوزين يظهر نفسه للعالم عشان يقولوا كل الناس صدقته واحنا نبقى نصدق. في الآخر النوع ده للأسف بيضيع، لأنه عادة الغالبية مش بتقبل ربنا. دي مشكلة التبعية، إن لو عشت حياتك تقول زي ما الغالبية هتعمل أنا هعمل، حضرتك رايح جهنم، لأن الغالبية رايحين جهنم. وده اللي قاله المسيح، قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدون، ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. فلو عشت بمنهج زي ما الغالبية تقول يبقى الغالبية صح، طب ما الغالبية النهاردة بتقول ما فيش ربنا، والغالبية النهاردة بتمجد اللي يقلب الجنس ويغير كل حاجة، هو ده صح مش صح؟ فلو مشيت ورا فكرة الغالبية، طب الغالبية بيكذبوا، والغالبية بيعبدوا الفلوس، والغالبية بيحللوا الغلط، لو انت مشيت ورا القطيع يعني هتضيع. من هنا المسيح يقول في لوقا 12 لا تخف أيها القطيع الصغير. القطيع الصغير يعني القلة اللي هيختاروا الحق وهيتعبوا وهيدخلوا من الباب الضيق وهيمشوا في الصح وهيتحدوا العالم كله، ومش هيهمهم الناس بتقول ايه، لانه في الاخر هم عارفين الحقيقة.